الاسعار هو واحد الموضوع اللي خدته الحكومه بجديه وانا غنقدم واحد المجموعه المعطيات وارقام ولكم ان تحللوها كما تشاء وانتم الخبراء وعندكم امكانيات باش تدرسوا هادشي هذا قامت الحكومه بعده اجتماعات تنسيقيه بهدف الوقوف على الوضعيه المهم هادشي كله كتعرفوه نمشيو للارقام الارقام منذ بدايه السنه الى غايه 15 فبراير تمت مراقبه 45384 45384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط تم خلالها رصد 2457 مخالفة أعيد 2457 مخالفة فاش في مجال الأسعار بالنسبة للمواد اللي محددة الأسعار ديالها والسي محمد فران راه دار واحد الإحالة مباشرة على القانون اللي واضح ويكفي أنه نقراه ونعرفوا الإمكانيات اللي راه موجودة عند الحكومة من عدمه وجودة المواد الغذائية وتم اتخاذ في حقها الاجراءات التاليه القانونيه اللازمه بحيث تمت احاله محاضر اثبات المخالفات الى وكيل الملك في حق 2110 منها تمت احاله محاضر اثبات المخالفات الى السيد وكيل الملك في حق 2110 مخالفه منها وفيما يخص جوده المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن بالضبط 272.819 كيلوغرام من المواد التي تم حجزها وإتلافها لأنها غير صالحة للاستهلاك شنو هي هذه المواد هذه؟ فيها 180 طن من الخضر والفواكه

الحليب ومشتقاته 5520 الاف كيلوغرام المعلبات 4160 الاف كيلوغرام القطاني ثلاثه كيلوغرام الزيتون والزيت ثلاثه كيلوغرام المشروبات والعصائر 2989 كيلوغرام مواد التنظيف 2518 كيلوغرام السكر والبن والشاي الف وثمانيه كيلوغرام مواد غذائية مختلفة 1021 كيلوغرام ولقد قامت اللجنة المحلية في إطار العملية برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد بحيث تم رصد ثلاث مخازن بأيت ملول جوج المخازن بمدينة الرباط جوج المخازن بمدينة تطوان ومخزن واحد بكل من, ودين من مدينة وجدة وأسفي وسيدي سليمان وخنفرة وقد مكنت هذه العملية من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات وتواصل اللجان المحلية عملها من اجل مواجهة كافة اساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالاسعار